أسعد الله مساكم مشاهدينا متابعين شاشة تلفزيون الكويت القناة الأولى الفضائية في حلقة جديدة من برنامجكم المنوع الدار اللي نطلع عليكم فيه من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء من الساعة 6 للسبع المساء، والعادة بإذن الله تكون من الساعة 8 للتسعة على القناة الثالثة سبورت. أمسي بالخير وتمسون بالخير على زميلتي وخيتي أم فهد افتخار الهاشم. مساك جميل بدر، مساكم أجمل مشاهدينا الكرام، ويا هلا فيكم معنا في برنامجنا اليوم يا الدار. اليوم نطل في أنا مع أخوي بدر عليكم، وإن شاء الله حلقتنا تكون جميلة ومميزة، فهناك الكثير من الضيوف وأيضا هناك الكثير من محبي البحر. ما راح أقول لكم من ضيفنا، لكن راح تتابعونا من خلال هذا التقرير ومن ثم نعود إن شاء الله. تشاهدون في حلقة اليوم لقاء مع ريم العيدان والحارث العتيقي والغوص مع أسماك القرش، الفقرة القانونية مع المحامية أبرار الصالح، لقاء مع الفنان التشكيلي عمر العساف وحديث حول الرسم الهوائي، تقرير عن المعرض المشترك. رجعنا لكم مشاهدينا، نتواصل معكم من جديد، ولكن نتعرف على ضيوفنا المتواجدين معنا في فقرتنا الأولى. بداية أرحب في ضيوفنا، معنا أختنا ريم العيدان مدرب قوس معتمد عالميا وامرأة حطمت الرقم القياسي بالقوس مع أسماك القرش. مسي عليك بالخير، وأيضا أمسي بالخير على أخونا عبد الله أبو حامد كبير مدربين قوس. مساء عليكم بالخير. مساء الخير. مساء الخير، ويا هلا فيكم معنا في برنامجنا. بداية ريم ببدي حواري معك، فتاة كويتية وغوص، وعادة يعني احنا من نسمع غوص سيدة نربط سمك القرش يعني. نعم. والمخاوف اللي منه، قد يكون هذا النوع نقول الكائن الحيواني ما يتحرش فيك لان انت اللي رايحة حق بيئته. متى بدأت عندك هذه الهواية؟ طبعا انا عندي هوايه الغوص من زمان، عندي عشق للبحر وللغوص وكل شيء ازرق يعني. فمن ضمن تدريبات الغوص اللي هو انك او انك تتعرفين على مهارات الغوص وكيفيه التعامل مع الاحياء البحريه. وطبعا ما في دوره انا سويتها الا يسالوني بنشوف يريور بياكلني يعني بياكلني اليريور. فهذا سؤال يعني معروف دائما يسالوننا، اول سؤال مير يسالوني اياه. اي نعم، يعني متى كم سنه صار لك في هذا المجال؟ تقريبا صار لي 5 سنين في هالمجال. اي نعم. حلو، 5 سنوات في مجال القوس. نعم. مع اسماك القرش، لكن المسمى وايد حلو لما نقرا اول امراه بالعالم تحطم رقم القياسي بالقوس مع اسماك القرش. نبيش. نعم. تكلمين عن هالمسمى هذا، شلون قدرتي تاخذينه ومتى؟ طبعا احنا شكلنا فريق حق هذه المهمه وهذه الرساله، كانت من خلالها رساله حق كل امراه بالعالم اللي هي بالانجليزي يس وي كان دو ات، وبالعربي فعلا نحن قادرات. هي طرت على بالي فكره ان انا لازم اقدم رساله من خلال البحر، من خلال عشقي اللي هو الغوص والتدريبات والمحاضرات اللي كنت اقيمها. فهذه الرساله كانت عن طريق البحر، وطبعا كابتن عبد الله ابو حامد من ضمن الفريق، والحارث العتيجي وكابتن ناصر، وطبعا زميلي في هذه المهمه كان مبارك ابو حامد في هذه المهمه طبعا، وكانت رساله وجهناها حق المراه في العالم. اي نعم. طيب اخوي عبد الله، يعني كبير المدربين، ليش يقولون كبير المدربين؟ يعني
هل هناك شهادات حصلت عليها؟ أكيد طبعاً. هو طبعاً الليفلز المدربين ليفلز، تبلشين من أول شيء مدرب، بعدين يعني ويصير بعدين يعني مثل ما تقولين رتب. اي نعم. فالرتب تصعد من أول ما مدرب جديد على قولتهم، وبعدين دورات 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 لغاية ما يوصل لكبير مدربين. متى تاخذ الصلاحية أنك تكون مدرب؟ طبعاً الصلاحية أن تكوني مدرب لها requirements، لها اختبارات، لها مختبرين يجون من برا الكويت طبعاً، مو من الكويت، مختبرين يجون من أمريكا وفي من بريطانيا يختبرونك، تجتازي الاختبار عملي ونظري، من تجتازينه يسوون عاد أوراقك والبيبر ووركس كلها ملوت يسوونها ويصدرون لك الشهادة الدولية أنك تقدرين تدربين في أي دولة بالعالم. لها مسمى هذه الشهادة؟ أكيد طبعاً. كابتن؟ نعم. يعني شو نقدر نسميها؟ طبعا اول شهاده هي الاوبن ووتر انستراكتور. نعم. الليفل اللي فوقها يصير السبيشالتي انستراكتور، فوقها يصير ماستر سكوبا دايفر انستراكتور، فوقها يصير في اي دي سي ستاف انستراكتور، فوقها اي ماستر انستراكتور. عبد الله ابو حيمي كم شهاده عنده؟ ما ادري والله. شوفي بوك ايش كثر عنده كروت. لا هو فهد استلمتك بسئله، يعني ما في سؤال ورا سؤال. هو شوفي هو لانه لأن حتى بالتدريب كل تخصص أو كل دورة تدربينها لازم تصيرين فيها مدربة. يعني غوص الليل لازم تصيرين أنت مدربة غوص ليل، غوص النهار لازم مدربة غوص نهار، غوص حطام، غوص تيار، يعني والله ما أذكر. ردًا على بدر، بدر يمكن لأن يعني كبير مدربين، يعني أنا أول مرة يمر علي هذا اللقب، عشان كذي سألت بشوف ليش كبير مدربين طلع عنده شهادات. لا هو الفرق بينهم، الفرق بينهم المدرب يعني بالنسبة حق القانون، من المدرب اللي هو الليفل الأول لغاية الاي دي سي لغاية الماستر سكوبا دايفر ترينر، هذا ما يقدر يأهل مدرب. من اي دي سي ستاف انستراكتور اللي هو الانستراكتور، في عندنا احنا يصير عندنا مثل ما تقولينها دورة مدربين اللي يقدر يدرب يساعد بتدريب في دورة المدربين. اي نعم. من الاي دي سي ستاب وصاعد. اي نعم. يعني اي نعم. مثل ما تقولين هو ليفلز شوي هو سيئ. لازم مثل بدر لان هي ارواح بالنهايه، يعني انت مسؤول عن ارواح تحت الماي. اكيد طبعا. فلازم يكون عندك الخبره الكافيه. هو الواحد يتدرج بالدورات مثل ما ذكرت كابتن، يعني يبتدي من السكوبا الى الادفانس. لكن انا ودي اتكلم معاك ريم، بما انك انت بنيه ودخلتي في الغوص، أودي بس ها مخرجنا يقول خلنا نطلع فاصل ونرجع نستمر معاكم. احنا راح نرجع نستمر معاكم في الحوار، لان في وايد شغلات نبي نعرفها خصوصا من تجربة ريم العيدان مع قوسها مع اسماك القرش. فاصل وراد لكم. حلو، الحين نرجع مره ثانيه مع شريم. قبل شوي قبل لا نطلع من الهواء الفاصل كان سؤالي لك بانه بخصوص اللي هو الرقم القياسي. طبعا احنا تكلمنا بخصوص الغوص، لما احنا نسمع ان الشباب مثلا او الامر مقتصر على الرجال بالغوص لان تحت الماي والبنات يخافون، لكن اليوم لما نسمع ان في كويتيه وعندها هالانجاز هذا بغوصها ورقم قياسي محطمته بالعالم على مستوى عالمي، هذا شيء يحتاج منا ان احنا نوقف نسولف فيه. فنبي نتكلم شوي عن الرقم القياسي هذا اللي حصلتي فيه، ونبي نعرف بالضبط الهدف من وراء تحطيمك حق الرقم القياسي هذا بغوصك مع اسماك القرش. طبعا بالنسبه حق الغوص، طبعا في وايد مدربات كويتيات، مو بس يعني غواصين، في مدربات كويتيات، بس للاسف انا اسميهم حوريات الكويت، كويت ميرميد. جدا خجولين انه يطلعون على الميديا او التلفزيونات وكذي. بالنسبه حق الرساله، طبعا بما ان احنا امثل الكويت، فطبعا عشان الكويت ما نقبل الا بالنجاح، وعشان الناس اللي نحبهم ما نقبل الا ان نكون في المقدمه. فانا مثلت المراه الكويتيه والشباب الكويتي في هذه الرحله، رحله بهامز، كانت عباره عن رقم قياسي اطول مده غوص مع اليراير، وكانت الرساله موجهه حق النساء اللي هي يس وي كان دو ات، ونحن قادرات.
ان نمثل المرأة الكويتية في هالمجالات العالمية ونحفزها ايضا على النجاح. ممتاز. بدر نشوف التقرير، نشوف مع ضيوفنا مشاهدينا هذا التقرير ونعود. ما نقدر رجعنا لكم من جديد مشاهدينا. شفنا من خلال التقرير ضيفنا عبد الله ابو حامد ما شاء الله مع نقول سمك القرش، اللي اعرفه سبحان الله ان هذا النوع من المخلوقات يعني نقول وظيفته الرئيسيه في البحر انه ينظف البحر من الاسماك المريضه عشان ما تتكاثر داخل البحر وتاثر على توازن البحر، وانه بنفس الشيء يعني نفس الوقت الاسماك المجروحه ممكن هو عنده حاسة الشم جدا قوية، لذلك يعني هو يهاجم. بس اللي قريته عبد الله انه ما يهاجم البشر طالما يكون الغواص او نقول في حالة هدوء وسكينة ويمسك اعصابه ما يتحرش فيه، ممكن يلف عليه بطريقة دائرية، ممكن ومن ثم طريقة مستقيمة رايح راد ويقترب منه اكثر لان هو عنده حاسة النظر ضعيفة. بس طالما انت مالك اعصابك مثل ما شفنا بالتقرير انك كنت وايد هادي عادي انك تلمسه، فان هذا المخلوق مو هو متوحش مثل ما احنا فاهمين. بالضبط. شوفي اي كائن اي كائن داخل البحر ما يهاجم، مو بس القرش، اي كائن هو ديفنسيف يدافع. فانت خلينا نقول هذا الاريا مالته وانت قربتي عند الاريا مالته فهو يدافع، بس انت اذا ما قربتي صوبه ما سويتي له شيء ممكن تلعبين معاه. يعني حتى اسماك القروش صارت تتروض، تلعبين معاها تسوين معاها حركات يعني تتروض. هو اذا يعني اي شيء خصوصا اسماك القرش يكون شنو تكون دفاعيه بس. اي نعم بس دفاعيه. وبعدين مو بس يعني حتى الجيف يعني حتى القرش ينظف ينظف البحر ينظف البحر يعني حتى الجيف ينظف البحر. اي نعم. جميع انواع القروش يعني هناك برضه في الابيض في قرش المحيط، يعني هذه الانواع خطره مفترسه كلها يعني نقول هي دفاعيه وليست هجوميه. لا شوفي في انواع قروش، في 5 انواع قروش. اي نعم. هذول تكون شويه شرسه احنا نسميها، لكن هذه مو موجوده عندنا. اي نعم. موجوده باستراليا، هذه ممكن باستراليا بساوث افريكا، يعني لازم انت تتعنى لي عندها عشان تنزل معاها وتنزل معاها حتى. نعم. بغيت تنزل معاها لها سيستم معين عشان كيج. تنزل في كيج في الميتال سوت تلبسها، يعني في امور سيفتي لازم تسويها قبل لا تنزل لها. حلو ممتاز. خلينا ندخل ريم في موضوع اللي هو الامر البيئي.
اللي يخص البحر، خصوصا ان انتم قاعد تنزلون وتغوصون، وفي سمعنا ايضا نظمين فريق تطوعي لانتشال نقول الامور الموجوده اللي تاثر في البيئه البحريه. خلينا نتكلم شوي عن هالفريق والدور البيئي ودور فريقكم في هذا الشيء. تقصد بالكويت؟ اي بالكويت على مستوى الكويت. طبعا انا مشاركه في عده حملات بيئيه، واخر واحده كانت في الامارات، كانت تضم عده مدربين وفرق وناس متخصصين في هذا المجال كحمايه البيئه. وانا لما رحت استضافوني كنت امثل الحمايه للاحياء البحريه والبحر بشكل عام. كانت حمله وايد حلوه ومنظمه صراحه، وكانت عالميه يعني ترتيبهم وايد حلو. الامارات موجوده بالكويت؟ لا بالامارات، هذه كانت الامارات. اخر واحده بالكويت. ما شاركتي في اي لا والله تطور. شاركنا بس التنظيم محتاج شوي تركيز اكثر، يعني بحيث انه يضم او يستقطب اكبر عدد من كغواصين حريم او كفيميل وميل. يعني احنا نشوف الحملات البيئيه مقتصره على ناس معينه للاسف. وكنت اتمنى يعني هم بعد فرصه، يا ريت لو مثلا طبعا انا هذه يعني حاسه مسؤوليه، يا ريت لو نسوي اتحاد غواصين كويتيين. هذا الاتحاد ينظم سوق العمل في هذا المجال، وبنفس الوقت يكون لنا بصمه واضحه على المجتمع الكويتي من تنظيف البيئة وحمايته، وهم بعد التوعية. يعني أنا شكثر يسوي يعني أقيم دورات وهم بعد محاضرات بالتوعية عن الأحياء البحرية أنواعهم، وهم بعد شلون الواحد يعني إنه ما يتلف الأحياء البحرية والبحر الكويتي. حلو ممتاز. من أجمل المغاصات المعروفة بالكويت قارو عدل؟ كلها الكويت حلوة. الكويت. كلها حلوة، بس من أجمل المغاصات بالنسبة للغواصين بالكويت يقولون قارو. فنبي نتكلم شوي عن المغاصات الموجودة بالنسبة للمراجين، يعني متعة الغواص لما ينزل، احنا نقول الغوص الترفيهي مو الغوص اللي هو، لأن الغوص يمكن يندرج إلى كذا نوعية في الغوص اللي هم اللي يشتغلون تحت الماء، اللي هم عندهم عمل لحيم غيره الأمور هذه التكنيكال، بس نبي نتكلم احنا على الغوص اللي هو الترفيهي. ترفيهي حلو تفضل. شنو تبي تتكلم عنه؟ نبي نعرف الحين الغوصة اللي في مثلا قارو أو في بعض الجزر، شنو الاماكن الترفيهيه موجوده بالكويت ممكن الواحد ينزل فيها؟ لا في عندك بالكويت وايد وايد اماكن تقدر تغوص فيها غوص ترفيهي، بس عشان تكون المايه يعني انك تشوف الرؤيه فيها زينه. هو شوف بالنسبه حق رؤيه الكويت، يعني احنا ما نقول رؤيه الكويت واو، يعني رؤيه الكويت ممكن توصل ل 10 متر ل 15 متر في اماكن معينه. يعني عندك قارو، عندك ام المرادم، عندك كبر، عندك تايلر، في سبوتس عندك حلوين. حلو. عرفت شلون؟ لكن المشكله الاماكن اللي الغواصين ترفيهيين يروحون لها هم طراريد يروحون لها ويعفسونها. يعني هني يعني شيء يدش يخرب على شيء. يعني انا احنا نشوفه بعيننا طراريد مثلا جايه شالو ووتر، يكون طرادي يطق بالكورلز يطق بالمرجان يكسر، ليش ما ادري. صح. هني احنا نسوي حتى حملاتنا التوعويه سواء بالتلفزيون سواء بالانستغرام بالسوشيال ميديا. صح. بالمواضيع هذه كلها. نعم. نسوي ورشات عمل حق هالناس هذه. حلو. عشان كذي يمكن اخوي عبد الله نشوف يعني بالاونه الاخيره انتشرت الفرق التطوعيه، خصوصا نقول احنا نقول بدت البيئه البحريه نقول مو تدهور، تعبت شوي من بعد الغزو، المخلفات، الحداقة، الشباك نفرض اللي يعني يخلونها ويمشون بعد الحداق، وأيضا نقول المصانع. فعشان كذا الرؤية عندنا شوية مو واضحة، عندنا شعاب مرجانية بدأت تقل وأشياء بدأت تنقرض، وأيضا الحيوانات، أيضا الكائنات البحرية. يعني أول يقولك السلحفات كانت تشوف، حتى طيور، أنواع من الطيور كانت موجودة في يوم المرادم أو في قارو، الحين هذه نوعا ما بدأت تختفي، وهو السبب الرئيسي سلوكيات الحداقة أو سلوكيات الصيادين وأيضا بعض المصانع. إنزين هذا يجرني إلى سؤال. تفضل. وإنت تحت الماي. حلو. مسؤولية إنك تكون معاك أرواح تحت البحر، أكيد. ممتاز. كل هواية فيها صعوبات، ما هي الصعوبات اللي واجهها عبد الله أبو حامد وعقب ما طلع نقول سجد شكر رب العالمين قال الحمد لله عدت على خير؟ يعني أكيد في صعوبات في كل هواية. شوفي عشان أكون معاك صريح جدا، تحت الماي ما عندنا صعوبات، صعوباتنا فوق الماي. أي نعم. يعني تحت الماي ليش؟ لأن أي مدرب من المدربين اللي موجودين ونعم فيهم كلهم. أي نعم. ما أخص ولا واحد، يعني أنا أشمل الكل، ينزل بسيفتي وايز في إجراءات لازم يمشي عليها، إجراءات أمنية. أي نعم. طبعا كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا ننزل على سيفتي في إجراءات أمنية نسويها. وين الموضوع اللي هذا؟ الموضوع اللي ممكن يسبب لنا خطر إذا صعدنا فوق.
واحنا صاعدين نعم. احنا عندنا اس ام بيز نطلعهم نفس الدونات تصير. انتم بعد انكم لغه حوار بعد نعم. شبالة طلعون قصدك يعني تكونون رابطين نطلع نفس شيء مثل البالون نفس ايه. البالونه كذي ايه. يصير طويله ايه. عشان الطراريد اللي فوقنا والجيت سكي ما ياثر عليكم ما ياثر ايه. ما يقص راسي المروحه اي نعم بنفهمه عليك اي المروحه عرفت شلون احنا هذه الشغلات يعني في قوانين دوليه شويه فيها عجز بالكويت عجز مو من انا ما اتكلم يعني عجز من يعني مثلا الخفر السواحل وانا اشكرهم صراحه خفر السواحل بالاونه الاخيره شغلهم كان وايد ممتاز عدلوا شغل وايد خلوا يعني خلوا اصحاب الغوارب يعرفون يعني شنو قوانين اشكرهم جدا يعني دام احنا فتحنا الموضوع هذا لكن المشكله يعني في قانون مثلا يقول لك انت لما تشوف علم قوس لازم توخر عنه 300 متر تلقى لازق يمك اي انت اليوم طراد وقاط يمكن السن قاعد حدق يمر عليك الطراد دايس مصاب ليمك او مثلا اللي يون مثلا تلقى قاط له 3-4 خيوط وقاط قاط المكاين والخيط يمشي انت يعني وانت ماشي طقك شيء يعني يا جماعه والله العظيم لازم تشوفون علم غوص وخروا عنه يعني لان علم الغوص الغواص مو تحته الغواص دار مداره نعم يعني مو تحته دار مداره يعني انتم تنشرون نقول التوعيه يمكن هني دوركم ان عشان ان حفري غوص نبرض وهناك علم خاص فيكم بالضبط تنشرون التوعيه بطريقه بروشرات عن طريق التواصل الاجتماعي يعني شنو الطرق اللي تستخدمونها امانه جميع مراكز الكويت نعم كل مراكز الكويت كل مركز عنده الفريق ماله اللي ينظف داخل البحر ينظف على الجزر ينظف كل شيء ما اخص اشمل كلهم الله يجزاهم خير نعم. كلهم وفوق راسهم خفر السواحل الله يذكره بالخير شيخ محمد اليوسف اشتغل شغل وايد زين والفريق اللي كان معه وايد ممتاز يعطون ويقولون وينصحون لكن في يعني في شيء يستقبل النصيحة وفي شيء ما يستقبل النصيحة حلو ممتاز اختريم أبي أعرف منك شو اللي ناويين توصلوا له شنو تطلعاتكم المستقبلية خططكم طبعا احنا حققنا رقم قياسي بالغوص مع الشاركس او باللهجه الكويتيه نسميها اليراير مفاجاه في عندنا ان شاء الله مفاجاه هم بعد ان شاء الله بنحقق رقم قياسي انا ومبارك ابو حيمد هم بعد في بهامز شهر سبتمبر ان شاء الله موفقين كريمه اخيره طبعا مشكورين على هذه الاستضافه واعطيتونا المجال ان نتكلم عن الانجازات اللي سويناها حيث. كشباب كويتي احب اشكر مركز ستيوارت كوف منظمه دن منظمه ريد ريفولوشن وهم بعد منتجع سانتي بورت ريزورت وهم بعد احب اشكر الووتر بروف قدموا لي بدله رائعه مواصفات فظيعه الصراحه اللي غصنا فيها راح نستخدمها شهر سبتمبر واحب اشكر من الكويت الصراحه حمود سلطان العنزي ابو سلطان على دعمه وانه يؤمن فعلا بنجاح المراه واشكر كل اهل الكويت اللي اتصلوا علي واللي هادوني وكل الناس اللي شجعونا واحنا بعد نشكرك ريم العيدان ونشكرك عبد الله ابو حمد وكل شكر تواجدكم معنا مشاهدينا فاصل ونعود الفقرة القانونية مع المحامية أبرار الصالح مساء الخير. في نوعين من القسمة تقع على العقار. النوع الأول
نسميه قسمة المهايئة. قسمة المهايئة تكون للانتفاع، بقرض الانتفاع، يعني يرفع الدعوة هذه غير المالك حتى يبين الجزء اللي هو يبي ينتفع فيه. الحالات الأكثر شيوع لقسمة المهايئة مثلا زوجين لما يحدث بينهم طلاق والحاضنة لها تخصيص بأنها تنتفع بالسكن حتى تعرف الجزء المخصص لها أنها تنتفع فيه هي وأولادها، ترفع دعوة مهايئة. أما المال اللي يملكونه عدة أطراف مثل الأرض أو العقار، هذه تسمى الملكية على الشيوع، فيكون الشخص مو عارف في أي جزء بالضبط تقع ملكيته، أو أحيانا تكون يعني بغير قرض أن الواحد يكون عارف هو في أي جزء تقع ملكيته، أحيانا قد يرقب في أنه هو يبيع هذا العقار ويكونون الأطراف الآخرين الملاك يرفضون هذا البيع، فهني يلجأ لدعوة تسمى فرز وتجنيب. الفرز والتجنيب إذا كان البيت أو الأرض هذه غير قابلة للقسمة، بعدها تحال إلى دائرة البيوع ويتم البيع في المزاد العلني. إن شاء الله تكونون استفدتوا من معلوماتنا اليوم. لقاء مع الفنان التشكيلي عمر العساف وحديث حول الرسم الهوائي. ومن الغوص مشاهدينا إلى ضيوف فقرتنا الثانية ونتعرف عليهم عن أخواننا بالفن التشكيلي، ولكن شنو يرسمون بالهواء؟ عاد شو اللي عندهم بنعرفه منهم، لكن نمسي عليهم بالخير. معنا أخونا عمر العساف وأخونا يعقوب النصر. الله نمسي عليكم بالخير. مسيك بالخير. الله يسلم. طبعا نتشرف إحنا بحضورنا وياكم وبهاللقاء. حياك الله يعقوب وحياك الله أخوي عمر. الرسم أنواع، وخصوصا بالفترة الأخيرة يعني طلعت أنواع غريبة بالرسم، بالرسم على الماي، يعني كنا عادة نعرف الرسم بالألوان، الرسم بالخشب، بالفحم يعني. بس الرسم الهوائي، شو المقصود بالرسم الهوائي؟ اخت افتخاره ترى مو شيء جديد، هو موجود من زمان. هو نفس اللي قاعد يستخدمونه كومبريسر وأصباغ السيارات العادية. هو عبارة عن قلم صغير، اعتقد حتى بالصالونات يستخدمونه حق المكياج. هذا الاير برش يسمونه. بس احنا اي بالهواء لازم كومبريسر ونحط فيه صبغ ويرش الصبغ فيه. فهو نفس فكرة ترى الكانز بس مطور يعني. بس لازم يكون عندك الملكة مال الرسم، انك رسام يعني اساسا، او انه ما تحتاج هذه الموهبة؟ هو الحين بالايام اللي احنا فيها كل شيء تطور، يعني مو شرط انت تكون رسام عشان تطبق رسمة معينة، في امور ثانية تقدر تستخدمها. يعني مثلا تطبع الصورة وتقصها بيدك وترشها، راح تطلع الاساسيات مال الصوره اللي هو احنا نسميه الجايد لاين مال الصوره، حواف الصوره. بعدين يقدر يقص لون لون من الصوره فتطلع يعني الصوره يسمونها المالتي لاير طريقتها. فمو شرط انك تكون انت يعني رسام او فنان عشان تؤدي الاداء هذا. يعني ياخذ له فكره، حتى باليوتيوب ياخذ له فكره بخمس دقائق يقدر يطبق عليها يعني اي رسمه معينه عن طريق الاير برش. حلو ممتاز. يعقوب هذا الفن نفس نقول فن الجرافيتي اللي هو اللي يرسمونه، هو الفن نفسه ينقسم الى اقسام. فممكن ترسم لوحه عاديه بالاير برش، الجرافيتي ممكن ترسم الرسمات اللي تصير على السيايير، على الخوذ، على يعني ممكن تستخدمه في عده مجالات. طبعا انا اختلف في اخوي عمر بموضوع ان اي احد يقدر يرسم، اتوقع لا، ان الحس او الشغله هذه لازم تكون فيها احساس، فيها الشغله هذه يعني موهبه، يعني نوعا ما موهبه. ما عليك منه، ما لها شغل موهبه. انا اقول لك ليش، لان في شيء اسمه اختلفوا اثنين. لا انا اقول لك ليش، لان في شيء اسمه الفري هاند. انا ما تكلمت عن الفري هاند، هذا لازم يكون واحد رسام حلو يشتغل يعني على قولتهم زيرو تو هيرو. بس انا اتكلم عن طريقه الابيض واسود يعقوب. ان تسوي صوره ابيض واسود تقصها ترش اللون الاسود راح تطلع يعني تشوفها اللون. يعني تقريبا تشوفها كأنك هذا اللي يشوف الصوره. فهذا يقدر يبلش فيها اي واحد يعني. عمار وانا اضم صوتي صوتك، لان انت من اكتشفته هو اساسا فارس عيار، هذا ما ومن ثم هو مدرب، ومن ثم هو عنده هوايتي عادة تدوير، لكن انت اكتشفت عنده هذه الهوايه، ولا هو ترى بالاساس ما يعرف يرسم؟ اذا فانا اختلف معك. لا لا شوي للامانه، للامانه انا يعني راهنوا عليه وايد ناس. اي نعم، من بينهم اهلي وهذا. انت شلون دخلته بمشروع مثل هذا وشلون وش راح يسوي؟ قلت لهم انا شايف في شغله يعني مو شايف. قالوا شنو شايف؟ قلت يا يعني جماعه فعلا صدق شفت عنده ريسايكل، يعني قاعد مسوي لي ثريا من بطول، مسوي لي الطوفه خشب، اي شيء خربان خشب. فنان. يعني فعلا في له
عنده حس يعني في الحس هذا موجود الموهبه فيه واستفدت منها. حلو ممتاز. خلينا نتكلم شوي عن اللوحات اللي اشتغلون فيها يعقوب. يعني اللوحات اللي شفناها اخوه السباقات دراجات الناريه غير من الامور هذه، شلون قادرين توظفون هالشغله هذا وهالفن على هالامور هذه مثل الاثاث وغيره؟ هي طبعا يعني اشتغلنا على لوحات صغيره ولوحات كبيره، اشتغلنا على تقريبا جميع انواع الخوذ اللي هي خوذ السياكل، خوذ السكاي دايفنج، خوذ الملوت البحر، تقريبا كل شيء. هي بس عباره عن انك شلون توظف هالشيء بالشغله بالطريقه الصح. بالنهايه هو مواد يعني، وكل قطعه تختلف المواد اللي تستخدمها على القطعه، يعني الخشب لها مواد خاصه، الحديد لها مواد خاصه، على حسب القطعه اللي جاي تكسر. نفس الفن اللي هو الرسم الشيني والالوان وانواع طبعا هي المواد وغيره. هو الاساس شلون تاسس على اساس تستخدم المواد هذه. في بعض القطع لازم عليها الووتر بيز اللي هو يسمونه الناس مائي، بس هو مو مائي، بس احنا نسميه الووتر بيز لانه يتخففها بالماء. وفي الشغله الثانيه اللي بالثنر تخففه، هذا تستخدمه على امور ثانيه. يعني مثلا الخشب احنا احسن شيء نسويه انه ياخذ له مثلا كوت ورنيش وبعدها تشتغل عليه، يكون يقدر يمسك فيه الصبغ العادي. اما اذا كان بدون ورنيش بدون يعني شغله حاميته، لا طبعا تستخدم عليه الاصباغ اليوريثين لان الخشب يشرب. فهي تختلف على حسب الماده والقطعه يعني. طيب عمر، ما شاء الله انا اشوف الموهبه هذه افتحت لك افاق ثانيه، تطوير او اختراع او انجازات في مجال الاطفاء. يعني كلمنا عن التطوير او الاختراع اللي سويته. الأمانة يعني أول شيء مشكور على السؤال، وبعدين أنا أشكر الصراحة إدارتي اللي قاعد تعطيني الفرصة إني يعني أطبق هذه الأمور أو هذه الأشياء التي فكرة بالبال يعني. أنا ما عندي شيء اسمه اختراع للأمانة يعني، لأن ما أخذت براءة اختراع، بس أنا طورت معدات موجودة هناك. قد يكون لو أقدمها حق براءة اختراع ممكن أن تأخذ عليها. يعني أنا جمعت في إحدى المعدات، جمعت أربع معدات بمعدة واحدة، ويقدر يستخدمها أي شخص، مو شرط إنه يكون إطفائي. يعني هي عبارة عن عربانة فيها الفوم وتقدر توصل عليها الماي، وانت بشخصك تقدر تستخدمها كفيرست ايد على ما تجي الفرقة الثانية، فرقة الاطفاء نفسها تجي تقابل. حلو. يعني جهاز لما انفعه واستفادوا منه طبعا في مجال الاطفاء. اكيد هو موجود ويستفاد منه ان شاء الله. طيب شلون عن طريقة حملة؟ يعني ثقيل الوزن خفيف الوزن تستخدمه في سيارتك او في البيت؟ يعني وين استخدام اختراعك؟ شنو الهدف منه؟ الهدف منه انه مثلا يعني هو استخدام مثل الترولي، فيكون حق الاماكن الخطره مثل محطات البنزين. أي نعم. داخل السناتر حق الشغله. اول يعني اول ما يصير الحريق ساعات. أي نعم. يكون حريق كبير بالبدايه، مو حريق صغير اقدر اكافحه بطفايه ولا شيء. فهذا الجهاز مجرد انك انت توصله بالماء خلاص هو راح يعطيك. اي نعم. راح يعطيك وتقدر تستخدمه بكذا سيناريو بوقت واحد. حلو. معناته هذا الاختراع ما له علاقه في فنك مثلا او هوايتك اللي تمارسها بال لا هم رسمت عليه رسمت عليه بس انه اختراع يعني بعيد عن لا ما هذا ضمن وظيفتي يعني. حلو. من ضمن وظيفتك اخترعت هذا الاختراع اللي طبعا منه فائده ان شاء الله. حلو. نبي نتكلم شوي عن المشاركه اللي تمت في نادي دوكاتي في الكويت. انت اللي شاركت ولا عندك؟ لا احنا اثنيننا طبعا. اثنينكم شاركتوا؟ ايه اثنيننا. حلو. عيل كلمني عقب. ترى انا وياه ايد واحده. حلو. يعني يا بابا هذه على قولتهم ايد واحده مصر. وكله انت ناجر بالشغل. بس انت الحين صار لك ساعه من اليوم من بلشنا اللقاء وانت حيل في. لا لا بالعكس ترى يعني ترى ما يعني الاخوان لازم كذا يعني ما لازم تختلفون بالراي. بالنهايه يمكن انا يعني ترى انا اضغط بالشغل. انا يعني الحين يمكن مرح وهذا، بس بالشغل تلقاني انسان ثاني. وادري ان هذا الشيء في غلط مني. وهو ترى يعني وايد يهديني بالشغل. هو عطاني يعني وايد دافع ان انا اكون شويه هادي. حتى الشغل قاعد يطلع يعني بشكل احلى صراحه الامانه. صحيح. طبعا تشاركنا انا وياه خططنا على دراجه بنادي دوكاتي طبعا. حلو. وترى لهم يعني امسيهم بالخير وايد داعميننا الله يعطيهم العافيه. المشاركه الاولى كانت دوكاتي بايك شو 2015 خذينا المركز الاول. وكان يعقوب معاي حاضر بطريقه يعني شلون تسوي لوحه بالاير براش. فكان وقتها احنا قاعد نسوي العرض مال الاير براش وكنا نازلين المسابقه بنفس الوقت. الحمد لله اخذنا المركز الاول. احنا بنسمع من يعقوب بعد. سمعنا شوي كلمنا عن مشاركتك في هذه المسابقه. طبعا المشاركه كانت عباره عن ان جهزنا السيكل، يعني تقريبا السيكل من A to Z اشتغلنا عليه، من صبغه من الاكسسوارات اللي عليه وكذي. وبلشنا مثلا اعطينا مثال بالمكان اللي رحنا فيه
ان شلون نرسم بالاير برش. فالناس كانوا يعني مصدمين من الشغله، وايد ناس حبوا ان يجون يتعلمون وياخذون دورات بهالشغله، بس ان الوقت ضيق فما قدرنا نعلم اللي موجودين. عمر، يعني شيء جميل انت تقول انا اكتسبت من يعقوب الهدوء، يعني يمكن انت طبعك حار او متسرع، ففعلا انت يعني طبقت ان صاحب ساحب، اكتسبت منه هدوءه او ان ما تكون متسرع في قراراتك. شلون اتفقتوا على لوحه تعتبر من اكبر لوحات بالعالم اللي هي البانوراما؟ يعني نقول كفه الميزان توازنت بينك وبين يعقوب. لوحه بانوراما شركه نفط الكويت، طريق 211 طريق المقوى، عشان اللي يبي يروح يشوفها. هذه اللوحه تمثل شركه نفط الكويت من بدايتها الى العصر الحالي الى المستقبل. نعم، نشوفها على الهواء. امانه يعني مدينه الحمدي وشركه نفط الكويت بالنسبه لي هي مدرسه وانا طالب عندهم. للامانه يعني مسؤولين وحتى الموظفين الصغار كلهم يتعاونون حق اي عمل انت ودك تقدمينه. بانوراما شركة نفط الكويت مو عمر ولا يعقوب ولا أحد معين، وهو إنجازه هذا، لا هذا إنجاز 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 الكويت وإنجاز شركة نفط الكويت ومدينة الحمدي. بالفعل. عسى ربي إن شاء الله يوفقكم في نقول هوايتكم، ووفقكم أيضا في نقول الاختراع هذا اللي سويته واستفادوا من الإخوان في الأطفال. إن شاء الله. لكن منعرف منك هم يعقوب الحين في مشروعكم هذا، هل فكرتوا انتم مثلا اشتغلتوا مع الناس، مثلا في عندكم زباين تطلب منكم بعض؟ ترى انتم ما سالتوا عن الخشب. لا الحين انا ثاني الطريق جايين تو الناس عندنا حلقه في وقت. طبعا المشروع البانوراما كان له دور كبير لنا، وبدينا فعلا ان نشتغل على شغلات صغيره شغلات كبيره، منها سياكل منها خوذ منها بوردات. افتحت مجال وبلشنا مثلا. طبعا اللوحه هذه بالنسبه لنا تعتبر انجاز. حلو. انك سويناها تقريبا بوقت قياسي، لوحه تقريبا يوصل طولها فوق الكيلو 1225 متر مربع. ان شاء الله انت عندك الحسابات كلها دقيقه. لان انا كنت يعني ما اقول يعني مسؤول عنهم، بس انا كنت المضغوط اكثر واحد فيهم. وانت اللي مكتشفه بعد عمار. واحنا يعني هم بعد نمسي على اخونا خالد الفيلتاوي. وما بي انا اطري اسامي عشان لا انسى اسامي ثانيه، الاسامي كلها مذكوره بنهايه كي او سي بانوراما. احنا هناك اكتشفنا حتى طريقه الاساس الشفاف، لوحه بانوراما شركه نفط الكويت فيها الجرافيتي وفيها الاير برش وفيها المالتي لاير وفيها ال 3 دي باك جراوند. بالنهار تعطيك نكشة وبالمغرب تعطيك نكشة ثانية، بالإضاءة تعطيك نكشة، يعني إن شاء الله. على حسب. يعقوب صراحة كان دوره جدا كبير فيها. كان هو شايلني يعني، حتى لما كنت أروح أنا مثلا اجتماعات ولا شيء أرجع ولا يعقوب مخلص له لوحة، قلت له أنت ما شاء الله أنت متى قمت تعرف ترسم إير برش؟ طلع خلاص صار خبير. اي قام يطوف. المدرس اذا كان زين لازم يطلع طالب. صحيح. أكيد. يعني فترات الراحه كنت اشوفه يقعد ويشتغل اير برش فترات الراحه. طيب يعقوب، انت هوايتك كانت اعاده تدوير الاخشاب، عاده احنا نسمع اعاده تدوير نقول العلب البلاستيكيه بطول الماي القواطي الخشب، ممكن فيه بس يمكن ما كانت منتشره وايد. شلون جمعت بين اعاده تدوير الخشب وما شاء الله عليك فارس وايضا مدرب بالخيل، والحين دشيت في الرسم، يعني عندك الوقت انك تمارس جميع الهوايات؟ وين ايضا يعقوب النصر لقى نفسه في اكثر نقول هوايه؟ طبعا انا بالخيل فارس ما شاء الله عليك. فما اقدر اوخر عنها. بس دائما اذا الواحد يقدر يقسم وقته يقدر يحصل له وقت حق كل شيء. ومنها يقدر يبلش بالانجازات. طبعا هي تقسيم الوقت يعتبر شيء اساسي. اعاده التدوير طبعا اي شيء كنت اشوفه واحس انه ممكن يطلع منه اشتغل فيه. فكنت مثلا اشوف انه مثلا الحين احنا مثلا بالكويت صاير وايد قاعد يصير بنيان، فالخشب مثلا قاعد ينقط. اي نعم. فليش ما استفيد منه؟ اي خشب يعقوب ولا نوعيه معينه من الخشب؟ في الخشب اللي قاعد ينقط اللي ما قاعد يستفيدون منه. اي نعم. يعني في خشب مثلا البيوت او شغلات لما تنبني مال البنيان يردون ياخذونها يستخدمونها مره ثانيه، بس في شغلات تنقط ما يردون يستخدمونها. فانا هني اي اوكي استفيد. مثلا عندنا بالخيل
حذاوي الخيل قاعد تنشال تنقط. شنو استخدم؟ شنو سويت؟ يعني مثلا قاعد اسوي مثلا صناديق خشب ملبسه مثلا بالحذاوي. يعني كل شيء مو يخطر يعني يطلع من خشب. فازات خشب، سوى فازات خشب، طاولات، كراسي، حتى من الجذوع الشجر اللي مو يعني مو مستخدم، مو يقصونه الشير. نعم. هو كان ياخذ الخشب ويشتغل عليه بعد. ويمكن اتوقع يعني انا هذه الهوايه انك تستغلها اكثر، خصوصا ان احنا الشعب الكويتي معروف انه نحب التميز بكل شيء، ممكن حق دزه تسوي صندوق، حق مواليد، اتوقع هذه الهوايه راح تدخل لك مكسب مادي اكثر. طبعا هو كل شيء يرجع حق الدعم. نعم. يعني مثلا احنا نفط الكويت نشكرهم انه وفروا لنا الدعم ان قدرنا نسوي اكبر لوحه في الشرق الاوسط. ممتاز. او ممكن تكون بالعالم، وعطونا الامكانيات فقدرنا ننجز. بس طبعا كل شيء محتاج الدعم لا يمكن هذا يكون شيء راجع لك، يعني مشروعك الخاص. يعني ممكن، بس اذا كان الدعم موجود وهذا ممكن واحد يوصل اكثر. ممتاز. هل تتلقون الدعم من جهه معينه او من جهات معينه بما ان دخلنا موضوع الدعم؟ احنا بشغلنا ما قاعد نتلقى دعم من احد. نعم. يعني بعض الاحيان احنا ندفع من عندنا على اساس ان نطلع. هل بعملكم تحتاجون الدعم؟ بس لا، لان انا قاعد اتعامل مع زبون بالنهايه. لما يجيب لي خوذته يقول اشتغل عليها، قاعد اخذ على الشغل شغل. اي بس ما احتاج دعم خارجي ولا شيء. حلو. بس احنا عندنا مشكله للامانه، يعني ما تقدر تشتغل بمحل وهذا، لان راح تلتزم بايجارات عاليه وتلتزم شغلات. فانت يعني ملتزم مع العميل اللي لك، سواء خوذه. نعم. سواء اي مطالبه. صحيح. انا مخرجنا خالد مطر يقول في صوره الحين بنزلها وراح نتكلم عنها. جاهزه خالد؟ هذه الصوره عليها، وانا بنتكلم عن هالصوره هذه. يعقوب عطنا شوي هم منك انت بعض المعلومات وناخذها من اخونا عمر. طبعا الصوره هاي تمثل ما بعد الغزو، يوم الامير راح الشيخ جابر بعد هذا. نعم، رحمه الله. فاخر بير. فهذه بدايه الصوره كانت. حلو. نعم. طيب عبد الله، هذا يجرني حق سؤال. لكم مشاركات، يعني هناك بعض نقول الجدران، يعني لكم لوحات جداريه ساهمتوا فيها في مبنى، في منطقه ما، مدخل منطقه، يعني لكم مشاركات كذي، ولا الرسم عندكم مقتصر على الخوذه او على نقول الاثاث فقط؟ لا، انت لما تشوفين اللوحه اللي نفس اللي عرفتوها. نعم. هذه لوحه مو لوحه عاديه. نعم. هذه لوحه صار عليها نكش، وبعد النكش صار عليها اساس، وبعدين اشتغلنا فيها على قولتهم زيرو تو هيرو. هذه بالذات. نعم. هذه لان هذه فولي، يسمونها فولي اير برش، يعني من الصفر انت قاعد تشتغل فيها اير برش. جايد لاين خفيف كان. نعم. فهو احنا مو بس رسم. اي نعم. احنا هذه يعني اللي بنوصله لكم، احنا مو بس رسم. اي نعم. احنا قاعد نسوي فنون تشكيليه، يعني هذا بالالمنيوم كان في هم بعد تحت اللوحه. نعم. فيها اشياء. اي نعم. بالالمنيوم. ونقوش. شغلها متعب. فعشان كذي انا اختلف وياه ان الشغله ما تحتاج دعم. طبعا الشغل متعب. انت اللوح الواحد مترين ب 44 في متر. ايش كثر ياخذ منك؟ متر و20 في مترين و44، على ما تسوي عليه النكش تقريبا ياخذ منك 4 ساعات. ان شاء الله. بس النكش. اي نعم. غير هذا انت اللوحه قاعد تاخذ معاك تقريبا 6 لوحات، يعني 6 متر، ترى مو صغيره اللوحه هذه. فانت مضطر انك تحطها بمكان انك تقدر تشتغل عليه. يا انك تجيبها بطاولات تشتغل عليها تجمعها على بعض، لان هي كومبوند مركبه اللوحه، فانت راح تشتغل على كل قطعه بروح بعدين تيجي تركبها. فكنا نستخدم الفانتوم ونصعدها فوق عشان نشوف اللوحه يعني تركيبتها صح ولا غلط. اي حلو. الله يعطيك العافيه. فكان في يعني مشاكل، بس الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. الشباب ما قصروا طبعا، فاكيد الحمد لله. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تشرفنا بتواجدكم ويانا في برنامج الدار، لكن نبي منكم رساله اخيره توجهونها للمشاهدين، خصوصا يعني في هوايتكم وعملكم هذا اللي قاعد تقومون فيه في هالفنون التشكيليه. طبعا ارجع واقول ان انا اختلف وياه بموضوع الدعم. احنا اختلفنا بالبدايه وبالنهايه، بس بالنهايه راينا واحد. لان مثل ما شفت انت مثلا اللوحه هذه احتاجت دعم عشان اشتغل فيها، ومحتاجين دعم غيره على اساس تشتغلوا باماكن ثانيه. لان احنا كان مثلا في لنا طموح ان مثلا يكون لنا شيء في مطار الكويت، في اماكن معينه بالكويت، بس بهالاماكن تحتاج الدعم. ان شاء الله ربي يوفقكم اجمعين. انا بالنسبه لي صراحه اوجه كلمتي حق الكل، اشغل نفسك بالخير. يعني اذا عندك شيء لا تفكر انا شلون اسوي، روح سوي واشغل نفسك بالخير. الله يعطيكم العافيه. تمسون على خير. ان شاء الله. مشكورين وما قصرتوا. الله يسلمك. شكرا لكم مشاهدينا. نطلع فاصل ونرجع لكم.
تقرير عن المعرض المشترك. تجربتان تشكيليتان تعبران عن تنامي وتطور التشكيل الأنثوي عبر عنهما المعرض التشكيلي الثنائي الأخير الذي أقيم في قاعة الفنون بضاحية عبدالله السالم للفنانتين التشكيليتين من الشريعان ونوف العصيمي. حالياً احنا في افتتاح المعرض وتستمر إلى حيث لا نرى، معرض ثنائي مشترك بيني وبين الفنانة السعودية والكاتبة نوف العصيمي. شاركت في 14 عمل، أعمالي كلها رسم واقعي وحاولت أن أدخل الحرف العربي كخلفية للرسم. بالنسبة للمجلس، أنا أحس أن المجلس داعم قوي لأي فنان، وأشكر صراحة المهندس علي اليوحى لافتتاح المعرض، حضور دكتور بعد بدر الدويش، والإقبال صراحة حلو في يعني مجموعة، يعني فعلا حسيت إنه يعني بالعكس زايد الوعي والناس حابة تشوف كل ما هو جديد. رحبوا بالفنانة السعودية صراحة بشكل حلو يليق فيها، وبس مشكورين تلفزيون الكويت على هذا اللقاء. المعرض الذي عنوان تحت مسمى وتستمر إلى حيث لا نرى ضم مبدعات متميزات محليا وعربيا قدمنا تجاربهن في صور زاخرة بالتنوع والثراء. مشاركتي في هذا المعرض اللي هو وتستمر إلى حيث لا نرى بدعوة من صديقتي منال شريعان برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأنا شاكرة لهم. في المعرض فيه 18 لوحة، 15 لوحة بالألوان الزيتية على قماش، 3 لوحات باستيل على ورق. رسالة المعرض وتستمر إلى حيث لا نرى أن الحياة تستمر حتى وإن كانت سيئة أو جيدة فهي تستمر، وأهمية الفن التشكيلي أنه يظهر ما في داخل الإنسان لما احنا ننظر للوحة ونقابلها كصديق، يعني ونكتشف ان احنا نشوف انفسنا من جديد في داخلها. ايا كانت اللوحة تكشف جوانب من داخل الانسان، فهذه اهمية الفن التشكيلي، انه جانب باب من ابواب الجمال في الحياة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب انا شاكرة له، والحمد لله ما قصر معانا، كان في تعاون، كان في حماس، وبدليل الآن هذا المعرض وهذا الوقت المهم اللي احنا فيه. معرض الفنون شاهد على ثراء وخصوبة الرؤية الوجدانية لفنانات المنطقة وعلى صدق التعبير ووضوح الشخصية الفنية التي تعتمد على الإبداع والحس المرهف والرقيق. ثاني وطارحون الله يهداك. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومن بعد ما خلصنا من ضيوفنا افتخار اليوم، كانت حلقتنا مميزة، كان معنا ضيوف جدا مميزين في فقرتين اللي كانوا معنا. بالفعل مشاهدينا كالعادة أقول لكم لا أشكر الله لا أشكر الناس، شكرا لصالون ريفوليوشن والميك أب أرتست بوتينا، وشكر آخر لأزياء الفرقد وعلى أثاث الجميل من لاكجري هوم، وأيضا التجارية لاستضافتهم لنا في هذا البرنامج الجميل. أترككم في أمان الله، مع السلامة.